تيجي وش عطاري وينك يما وينك يما شو جايب لك يما كل خميس بيجي يقول لي شو جايب لك يما عشان ايش يما جايب لك يما والله حبيبي والله يجي وش يقول لي يما بعد مين يما بيجي وش يقول لي يما كل واحد بروح لامه يما يقول لها يما والله كان يساعدني من اصحابه يما والله كان مين ما جا وين رايح يا خليل يما صاحبي يما والله مين ما جا والله الصغار يجي يقولوا لي خليل بيعطينا الله يرضى علي خليلك هي اقول لهم يا رب ادعوا له طول عمره من الدار كان يستنى فيها استنى وجاوزه هذا اهم شيء هي يقول كان نفسه فيه هو كان نفسه ليل نهار يقول لي وقت ايش يما كملي يما اقول له يما حبه حبه والله ما ضلش 12 سنه يعني بعد 12 سنة وخمس زراعات